الفقرة التالية هي عملية تصميم الامبليفاير. التصميم السابق اللي اخذناه بالترانزستور ما اخذناه كمكبر، وانما فقط تصميمه للحصول على الكيو بوينت، بس هنا الان تصميمه بياخذ بنظر الاعتبار كسب الترانزستور في الحل. يعني مثلا هذا الترانزستور او هذا المكبر يقول صمم لي يعني جبت قيمه الار دي بالمثال هذا 65، ولكن على شرط ان نحصل على كسب قيمته 10. يعني ربط التصميم بمعادلات الاي سي، لان يقول لي الكسب بالاي سي قيمته 10، يعني لو طينا اشاره تتكبر 10 مرات. فاذا هنا ربط لي العمليه بالاي سي، فلازم اني اجيب قوانين الاي سي من كسب ومانع الدخل ومانع الخرج واوظفها في عمليه التصميم لاستخراج القيم. بالنسبه لهذا المثال، هاي المقاومه جدا عاليه، لذلك التيار المار بيها صفر، واحنا نعرف هذا ما يسمى بالفيكس بايس. هذا الشكل فيكس بايس يعني الجي راح تقيم جهد الفي جي صفر، والاس اصلا هي صفر، لذلك الفي جي اس راح تكون فرق الجهد صفر. وبما ان فرق الجهد صفر، اذا الجي ام يساوي جي ام نوت. ليش؟ لان حسب المعادله هنا اذا كانت الفي جي اس تساوي صفر فالجي ام يساوي جي ام نوت. جي ام يساوي جي ام نوت، اذا نستخرج الجي ام نوت. الجي ام نوت عندنا قانونها يساوي لنا 2 اي دي دبل اس على البي بي، 2 في الاي دي اس، فنستخرج هذول نستخدم دول قيمه ال 10 والناقص 4، ونقسم 2 في 10 على مطلق ال 4، يطلع الجي ام نوت هو 5 ملي سكند، واللي هو نفس الجي ام قلنا لي ان الفي جي اس قيمتها صفر. الان نستخدم قانون الكسب، لان انا مطين قيمه الكسب 10. قانون الكسب، الكسب يساوي ناقصا جي ام ار دي. ليش استخدمنا هذا القانون؟ لهذا الترانزستور من نوع كومن سورس. نروح للجدول نجيب معادله الكسب اللي هو ناقص جي ام ار دي، والار دي هنا بالحقيقه يساوي الار دي كابيتال يوازي ار دي سمول. ار دي كابيتال يوازي ار دي سمول، يعني هو ما قال لي اهملها، انا ما يصير اهمل بكيفي. يعني هذا الار دي اكو على التوازي وياها ار دي سمول، فما يصير اهملها. فهو هذا القانون جي ام ار دي الافكتيف، هذه القيمه الفعاله للدرين. الكسب ناقص 10 والجي ام ناقص 5 ملي، والار دي سمول اللي هي ار دي كابيتال يوازي ان الار دي سمول. من هاي المعادله نطلع الار دي كابيتال يوازي الار دي سمول يساوي 2 كيلو. زين هذا التوازي شو يساوي؟ عمليه ضرب على عمليه جمع. انا احتاج اولا الار دي سمول، شلون طلع قيمه الار دي سمول؟ من الجي او اس، نقلب الجي او اس يطلع الار دي اس. الار دي مقلوب الجي او اس يساوي لنا 1 على 20 ويساوي 50 كيلو. اذا انا ما مطي قيمه الجي او اس او الواي او اس، اعتبر الار دي اس انفينيتي والغي تاثيرها. فطلعنا قيمه الار دي اس. زين لما الار دي يوازي الار دي اس يساوي 2 كيلو، اذا ممكن حاصل ضربهم على حاصل جمعهم يساوي 2 كيلو. الار دي اس معلومه قيمته اللي هي 50 طلعناها من خلال الجي او اس، فتطلع معادله الار دي في 50 على ار دي زائد 50 كيلو. لا ننسى الكي هنا، ما ننساها دائما، خليها بنظر الاعتبار، فيصير 2 كيلو. المعادله يؤدي الى انه 50 ار دي يساوي 2 ار دي زائد 100 كيلو طرفين وسطين، يؤدي ان الار دي نطلع قيمتها 2.08، ونقربها الى قيمه ستاندر هي 2 كيلو. قرب على قيمة ستاندر وهي 2 كيلو. لحد الآن المطلوب مات السؤال نفذناه، ولكن إذا أجدت تكمل على هذا السؤال، إذا أراد مطالب أخرى ممكن نكمل الآن. ممكن نطلع قيمة مثلا الـ VDSQ، هاي تصلح مو VDQS، VDSQ يعني الـ VDS. ال في دي اس هي الفولتيه، ال في دي اس هاي من هنا يساوي في دي دي ناقصا اي دي ار دي. فاذا نقدر نقول في دي اس يساوي في دي دي ناقصا اي دي ار دي. الاي دي هو الاي دي كيو. زين ال في دي اس كيو موجوده قيمتها، او هو طالبها، ال في دي اس كيو ما مجهوله قيمتها، يساوي ال في دي دي. وال في دي دي من المثال قيمتها 30، قيمتها 30 هاي هي ال في دي دي، وناقصا اي دي ار دي. الار دي طلعنا قيمتها هسه 2 كيلو، وبقى الاي دي. الاي دي هي قيمه التيار عند نقطه الكيو بوينت.
عند نقطة الكيو بوينت، قيمة الـ VGS وقيمة الصفر، فما يقابلها من تيار عند قيمة الـ VGS يساوي صفر إن الـ IDQ يساوي الـ IDSS. إحنا من الكيرف إذا تتذكرون عند نقطة الكيو بوينت عندما تكون VGS يساوي الصفر فيقابلها التيار يساوي IDSS، فنعوض عن الـ IDQ بالـ IDSS. الـ IDSS واللي هو قيمته 10 ملي، ونطلع قيمة الـ VDQ أو VDSQ 10. إذا أريد نطلع مطلب آخر Z-Input إمنا هو RG. إذا أريد نطلع مثلا قيمة المقاومة الخارج المنظورة من الخارج أيضا قانونها بالنسبة للـ Common Source الـ RD Effective واللي هو الـ RD Capital يساوي الـ RD Small، والـ RD Capital هو 2 كيلو هسه طلعناها، والـ RD Small المقاومة الداخلية قيمتها 50 كيلو فراح يصير 2 يوازي 50 ويساوي 1.92 كيلو. ممكن نقربها نقول وتساوي ان ار دي، ليش همل الار دي اس لان اكبر من 10 اضعاف 2، يعني ممكن نعوفها هالشكل وممكن نعدلها الى 2 كيلو باعتبار انه نلغي قيمه الار دي اس 10 اضعاف، واذا ما لغيناها نعوفها 1.92 بس ماكو بالسوق قيمه مقاومه 1.92 بالستاندر، فلذلك قال هي 2 كيلو اوم. 2 كيلو اوم. المثال 66 بيقول استخرج لقيمة الـ RD، جد قيمة الـ RD والـ RS يعني ديزاين، عندما يكون كسب الترانزستور 8، كسب الترانزستور قيمته 8 for high level of GM for device defined as، وقيمة الـ VGSQ يساوي ربع الـ VP، يعني ربع ناقصة 4 الـ VGS نربحها يعني ناقص 1، فجد قيمة الـ RD والـ RS. الـ RD والـ RS ممكن نطلعها من الـ Gain، من معادلة الـ Gain ناقصا GM RD ونطلع قيمة الـ RD. الـ RS نطلعها من المعادلة إن الـ VGS يساوي VG ناقصا VS، والـ VG قيمته صفر والـ R والـ VS هو ID RS. إذا ممكن نطلع الـ RD من معادلة الـ Gain والـ RS من معادلة الدخل المتمثل بالـ VGS. فأول ما نجي نقول هنا الـ VGS يساوي ربع حسب الفرضية ربع الـ VP، ربع الـ VP وناقص واحد لأن الـ VP 4 بالمثال فربعها ناقص واحد. نجي الآن نطلع قيمة لأنه مطيني قيمة الـ VG. VG إذا طلعت قيمة الـ VG يعني طالع قيمة الـ VG أو استنتجت قيمة الـ VG من المعادلة هذه VGS رأسا بالمقابل حسب المعادلة المعادلة التربيعية ممكن أطلع التيار. إذا طالني قيمة الـ VGS أقدر أطلع الـ ID، وإذا طالني قيمة الـ ID ممكن أطلع الـ VGS. فالـ VGS قيمتها ناقص واحد نعوضها هنا أنا ناقص واحد على ناقص 4 ونطلع قيمة الـ ID Q. الـ ID الـ ID SS 10 ملي من المثال 10 ملي، والـ VGS هسه استخرجناها ناقص واحد، والـ VP ناقصا 4 من المثال ناقصا 4، ونعوض يطلع قيمة التيار IDQ. يفضل فد ثلاث مراتب بعد الفارزة حتى النتائج تكون معقولة. زين قلنا احنا نستخدم الـ RD من خلال معادلة الكسب، الجي ام نحتاجها في الكسب، الكسب موجود قيمة 8 المطلق مالته يساوي الجي ام ار دي مطلق لان ما احتاج الاشارات، والجي ام اذا هنا الار دي حتى نحتاج نطلع قيمته نحتاج الى الجي ام والكسب، الكسب معطاك في السؤال نوفق الجي ام فقط، الجي ام معادلة الجي ام نوت 1 ناقصا في جي اس على في بي. الجي ام نوت استخرج قيمته يساوي 5 او اما العفو معطات قيمتها جي ام نوت يساوي لنا 5 ملي سكند معطات في السؤال، يعني ما نستخرجها هي معطات، فنعوض بالقانون جي ام يساوي 1 ناقص في جي اس على في جي في جي اس على الفي بي، الجي ام نوت من المعطيات 5 ملي، الفي جي اس ناقص 1 استخرجنا قيمتها، والفي بي ناقص 4 من معطيات السؤال ويطلع الجي ام نوت. هذا الجي ام نوت ضروري باستخراج الكسب، الكسب يساوي جي ام ار دي لان هذا من نوع كومن سورس، هذا الترانزستور كومن سورس، الاشاره تدخل على الجيت وتخرج من الدرين، اذا هي كومن سورس، وهنا عندي المقاومه الار اس معرضه بالاي سي ايكويفلنت سيركت عبره او مشرطه عبره المتسع. الار دي طبعا هنا
راح تدخل بها الار دي كابيتال والار دي المقامه داخله ار دي اس، ما يصير اهملها لان يعني هي مجهوله، ما اقدر اهملها لان ما معطات بالسؤال. فراح يصير جي ام ار دي ار دي كابيتال يساوي ار دي سمول، نعوض 8 يساوي جي ام هي 3.75 والار دي يساوي ار دي اس، فتطلع الار دي اس طرفين وسطين او نقسم الطرفين على 3.75 يطلع قيمتها 2.13 كيل. زين الار دي اس لازم نطلع قيمته حتى نطلع قيمه الار دي. الار دي اس حسب القانون مقلوب الجي اس نوت الجي او اس، والجي او اس بالمثال ايضا معطي قيمته 20، الجي او اس معطي 20 مايكرو سكند مايكرو سيمنز، فسير مقلوب ال 20 مايكرو سيمنز ويطلع مقاومه الار دي اس 50. نعوض الان الار دي اس يوازينا الار دي اس سمول يساوي لنا 2.13، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، هاي حال نعوض عن هذول حاصل ضرب على حاصل جمع يساوي القيمه 2.13. هاي المعادله اللي حصلناها حتى الوسطين طرفين نطلع قيمه الار دي كابيتال، والار دي كابيتال هي 2.2 اللي تمثلت هي هاي قيمه الار دي 2.2 حصلناها من خلال عملية التصميم. بقى عندي الارس، الارس قلنا ممكن في موجود معادلة الدخل تقول في جي اس يساوي في جي ناقصا في اس، الفي جي اس يساوي في جي ناقصا في اس، والفي جي قيمته الصفر، والفي جي والفي اس هو اي دي ارس، هو اي دي ارس تيار في المقاومة. اذا راح صارت الفي جي اس يساوي لنا ماينس اي ار دي اي دي ارس، نقسم الطرفين على اي دي يطلع الار اس في جي اس على الاي دي. الفي جي اس قيمته ناقص واحد استخرجنا في بدايه الحل على الاي دي. الاي دي 5.625 وهاي سابقا ايضا استخرجنا قيمتها في بدايه الحل، قيمتها 5.625 ونعوض يطلع عندي قيمة الـ RS 177.8 وممكن نقربها إلى 80 لأن عندي ديزاين وممكن تترك كما هي والناتج صحيح كرياضيات. المثال 67 يعتمد على المثال 66، نفس المثال بس دي مكانها يقول ارفع المتسعة CS، شنو راح يأثر؟ ان السي اس راح تأثر على الكسب هنا، يعني الار اس راح تدخل بالكسب، فالكسب بالحال راح يصير جي ام ار دي على واحد زائد جي ام ار اس، راح تقلل من قيمة الكسب، راح تأثر على الكسب. فوجود المتسع الان او حذف المتسعة بهذا المثال راح تأثر على الكسب. فيقول ارجع عيد السؤال واستخرج الار دي والار اس. بالنسبة للار اس عند رفع المتسعة ما تتأثر، السبب لان لو لاحظ على معادلة الار اس، هاي المعادلة الفي جي اس يساوي ان ماينس اي دي ار اس ماينس اي دي ار اس، فالار اس الان تعتمد على الاي دي وتعتمد على الفي جي اس، وجاي يقول عيد المثال السابق. لو نرجع على المثال السابق نلاحظ هنا الفي جي اس هو ربع الفي بي، والفي بي قيمته الثابته ناقصا 4، نفس السؤال ده يقول، فالفي جي اس راح تطلع لي ناقص 1 لو نعيد السيكونس، والاي دي لما راح تعتمد على الفي جي اس فايضا تطلع نفس القيمه، وبالتالي الفي جي اس والاي دي راح تطلع بالمثال 67 هي نفس القيم، فماكو داعي اعيدها، نفس القيم السابقه. ولما تطلع الفي جي اس والاي دي نفسها لو نجي المعادله نستخرج من عندها الار اس، في جي اس يساوي لنا ماينس اي دي ار اس، او ان الار اس يساوي في جي اس على اي دي، لما الفي جي اس نفسها والاي دي نفسها اذا الار اس ما راح تتغير. فالمثال الاخر اللي هو 67 الار اس تبقى نفسها 180، فاذا راح تتغير عندي فقط الار دي من خلال شنو؟ الار دي نستخرجها من خلال معادله الكسب، الكسب ايش يعتمد؟ على ماينس على المعادله اللي هو ماينس جي ام ار دي على 1 زائد جي ام ار اس. الاختلاف ان الار اس دخلت بالمعادله، كانت غير موجوده مشرته، الان دخلت الكسب اثر على الكسب، بس مع ذلك هو يقول الكسب استخدمه نفسه 8
ثبت الكسب 8، إذن يجب أن تتغير الار اس لتثبيت ذلك الكسب. فالار اس الآن دخلت بالحساب، لازم نطلع قيمة الار اس، العفو الار دي، قيمة الار دي للكسب بحيث يثبت الكسب على 8، وقيمة الار اس لا تتغير لكون قيمة البي جي اس والاي دي غير متغيرة. فالمعادلة جي ام ار يعني 1 زائد جي ام ار اس، لو نراجع الجدول هذا في حالة وجود الار اس بي مع بالكمان سورس، الجي ام قيمته ايضا من المثال نفسه اعلاه، قيمة الجي ام 3.75 ما تتغير لانه تعتمد على البي جي اس كيو نفسها ما تغيرت، والجي ام نوت معطات بالسؤال ما تغيرت، والفي بي ما تغيرت، لذلك المثال ال 67 ايضا ما تتغير الجي ام نفسها، والار اس قلنا نفسها، اذا فقط بقت الار دي راح تتغير، فالار دي هي عباره عن الار دي يوازي الار دي اس. نسوي هاي المعادله من خلال مطلق الاي في ومطلق هذا البسط المقام، ونضرب وسطين من طرفين ونطلع قيمه الار دي، ار دي يوازينا الار دي اس، وتطلع قيمه 3.575. ولكن احنا عندنا قيمه الار دي اس ما استخرجناها سابقا بالمثال السابق اللي هي قيمتها 50 استخرجناها، فبقت فقط الار دي. زين اذا قيمتهن بالتوازي 3.75 والتوازي هي عمليه ضرب على عمليه جمع يساوي 3.75 وسطا طرفين، ممكن نطلع قيمه الار دي.